طبعا هذه ليست أول مرة ترأس فيها مملكة البحرين للقمة العربية. عام 2003 في قمة شرم الشيخ وأنا كنت كإعلامي حاضر، كان جلالة الملك يرأس القمة العربية في شرم الشيخ بمصر. اليوم مملكة البحرين تستضيف هذه القمة، فبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي بلا شك استضافة مملكة البحرين، وهي تؤمن بالعمل العربي المشترك ومنظومة العمل العربي الجماعي، فبالتالي سيكون هناك مردود جيد على المناقشات وعلى الوثائق وعلى مشروع البيان الختامي ومشروع إعلان المنامة الذي سيصدر عن القمة العربية في ختام عملها، وهذا ما لاحظناه من خلال الإعداد والتحضير الجيد لهذه القمة. بطبيعة الحال تحديات كبيرة وجمة، وننتظر أن يكون في صوت عربي قوي من القادة العرب الذين ستلتئم قمتهم يوم الخميس المقبل. وبطبيعة الحال نشكر المملكة البحرينية على كل التسهيلات التي منحتنا إياها كوفد إعلامي تابع لجامعة الدول العربية، سواء في على مستوى الفندقة وكذلك التسهيلات اللوجستية. تضمنت كل اجتماعات وبنود الاجتماعات التحضيرية فلسطين وكيفية إنقاذ هذا الشعب، كما هناك بعض البنود التي تناولها المجلس الاقتصادي والمجلس الاجتماعي ليرفعها إلى الزعماء والقادة العرب من خلال المجلس الوزراء الخارجية، منها ضرورة إقامة منطقة حرة، تعريف الجمركية بين الدول العربية، ضرورة بناء وتنمية قدرات الشباب لأن الشباب هم عماد الأمة، ضرورة يعني استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير المؤسسات العربية، ضرورة يعني التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، لأننا في هذه المرحلة العصيبة هناك العديد من القوى الغربية التي لا تريد خيرا للمنطقة العربية، فعلينا أن نعتمد على أنفسنا في توفير كافة مستلزمات الحياة. وهناك قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة تناقشها القمة العربية، أهمها القضية الفلسطينية والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة أن يندمج الدول العربية في قرار واحد، إضافة إلى القضايا السياسية الأخرى والمهمة التي ستتصدى لها مملكة البحرين. القمة تبحث العديد من المشروعات التنموية لتعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي، وكذلك فيما يخص قضايا الشباب في الوطن العربي. كل هذه قضايا ومحاور مهمة على طاولة القادة والزعماء العرب، وصراحة يعني منذ أن وطأت أقدام الأرض مملكة البحرين ونحن نلاحظ الاستعدادات الكبرى التي اتخذتها مملكة البحرين لاستضافة هذه القمة.